الرئيس السيسي يناقش هاتفيا تطورات قضية سد النهضة مع رئيس جنوب أفريقيا. الفريق أول محمد زكي يشهد تخريج دورات جديدة من دارس أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان. الحكومة تنفي إجبار المواطنين على شراء المطهرات ببطاقات التموين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان الرئيس سيريل رامافوزا. تناول الاتصال تطورات ملف سد النهضة، خاصة في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف كافة. وقد أكد السيد الرئيس من جانبه مجددا على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية كافة حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحق مصر في مياه النيل. من جانبه أعرب الرئيس رامافوزا عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيدا بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوما للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. المزيد في سياق التقرير التالي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، تناول ما تقدمه الأكاديمية وكلية القادة والأركان من إسهامات علمية وبحثية وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات مختلفة وتطور أدائهما في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان. أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم خلال مدة دراستهم بالأكاديمية. وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق. وأكد القائد العام أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما نموذجا للعمل والاجتهاد والعطاء من أجل الوطن بما يحمله أبناؤها من قيم الشجاعة والتضحية، وأنها ستبقى دائما سندا لقضايا أمتها العربية والإسلامية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة. وهنأ القائد العام الخريجين على ما حققوه من إنجازات طوال مدة دراستهم بالكلية وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة، مؤكدا على حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم إمكاناتها المادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين، موضحا أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة معينة وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيه شهريا للفرد. وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال أدائه خطبة الجمعة اليوم من مسجد محمد علي بالقلعة بعض النصائح للمصلين، وذلك بمناسبة فتح المساجد بدءا من الغد، حيث شدد الوزير على المصلين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتوضؤ في المنزل وإحضار المصلى الشخصي. وأكد الوزير على ضرورة ألا يذهب مريضا للصلاة
والبعد عن التزاحم وتجنب المصافحة والمعانقة، وذلك ليعين الوزارة على استكمال مسيرة الفتح وسرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنازة.